بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ضمن سلسلة شروحات تطبيق مايكروسوفت فورم. بعد أن قمنا بإعداد أنواع مختلفة من الأسئلة، سواء الأسئلة المقالية أو الأسئلة الاختيار المتعدد، الآن سنتعرف على كيفية إعداد الفورم أو الاختبار قبل إرساله للطلاب. لإعداد الاختبار بشكل جيد نقوم بالضغط على الثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة. ستظهر أمامنا كلمة سيتنج أو الإعدادات، بالضغط عليها ستظهر تلك القائمة. أولا كما يبدو أمام حضراتكم الآن، الأيقونة المفعلة الآن أنه ستظهر الإجابات مجرد انتهاء الطلاب من الإجابة وتسليم الاختبار. يمكن للطالب الاطلاع على إجابته ومعرفة الخطأ من الصحيح، ولكن هذه الخاصية لها عدة سلبيات، وهي أن الطلاب بيستخدموها في معرفة الإجابات وإرسالها إلى بعض في المجموعات أو في السوشيال ميديا. لذلك ينصح بعدم تفعيل تلك الأيقونة وانتظار أو لترك المجال لجميع الطلاب للتفكير والحل بشكل فعال. بالنسبة للاختبار، النوع الأول لو أرسلنا anyone with the link can respond، معنى ذلك أنه أن المعلم لن يتمكن من معرفة أسماء الطلاب، ستظهر الاستجابات unknown أو باسم غير معروف، ولن يتطلب من الطالب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ده يمكن استخدامه مع غير الأعضاء أو مع أي شخص، لكن فقط ده يحبذ أو يستخدم مع الاستبيان. أما بالنسبة للاختبار، لابد من ترك الاختيار الثاني، وهو فقط أعضاء المنظمة أو أعضاء الفريق أو أعضاء الوزارة. الآن بمجرد تفعيل الأيقونة الثانية سيتم تسجيل اسم المستخدم، وأيضا يجب تفعيل الأيقونة الثانية وهي استجابة واحدة فقط لكل طالب أو لكل شخص يقوم بالإجابة على هذا الاستبيان. بالنسبة للجزئية الثانية، قبول الاستجابات، ممكن تحديد موعد لقبول الاستجابات، ودي تخص أساسا في الاختبارات، وممكن نحدد موعد للبدء وموعد للانتهاء. بالضغط على كلمة start date هنبدأ ندخل تاريخ معين وساعة محددة للبدء في هذا الاختبار، يعني ممكن نعمل جدولة بدون الرجوع إلى التيمز. بس طبعا هذه الخاصية يجب الانتباه إليها جيدا، ويجب ألا تختلف مع الإعدادات التي يتم استخدامها في التيمز عند إرسال واجب للطلاب. لذلك تترك على وضعها الافتراضي لكي يتم استخدامها في أي وقت، ونقتصر فقط على الإعدادات الموجودة في التيمز. أيضا بالنسبة لتاريخ الانتهاء، يمكن أيضا تحديد موعد وساعة معينة لإغلاق الاختبار. الجزء الأخير اللي هو الشفلينج كويستشن أو تبديل الأسئلة عشوائيا، ممكن من خلالها أيضا تبديل الأسئلة عشوائيا. الجزء الأخير اللي هو كاستمايز، اللي هي رسالة الشكر، اللي ممكن تكتب رسالة يتم إرسالها لكل طالب أو لكل شخص يقوم بالاستجابة على هذا الاستبيان. بالنسبة للإشعارات أيضا، يتم إذا قمت بتفعيل الأيقونة أو المربع علامة التشيك هنا، سيتم إرسال رسالة لكل طالب بعد انتهائه من الإجابة على الاختبار. يفضل عدم استخدامها لعدم امتلاء الإيميل برسائل متعددة. بالنسبة أيضا لحضرتك، ممكن تفعل الأيقونة الأخيرة أو تضع علامة صح هنا، لكن في هذه الحالة سيصلك إيميل لكل استجابة يقوم بها أي طالب، ودي طبعا هتعمل مشكلة كبيرة جدا في الإنترنت أو في الإيميل في كمية الرسائل مع تكرار الواجبات والاختبارات، فلذلك يفضل عدم استخدامها. ده فيما يخص ضبط إعدادات الفورم قبل إرساله للطلاب. في الجزء القادم إن شاء الله سنتعرف على كيفية مشاركة رابط الاختبار، سواء مع الطلاب أو مع مجموعة معينة أو مع الأعضاء من زملاء القسم أو أعضاء آخرين. أشكركم، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.